احنا سعداء باننا بنبدا حوارنا، وخليني بعد اذن قداستك اقول خلفيه اعتقد ان كتير من المصريين يعرفونها عن قداسه البابا. يعني قداسه البابا يلقب بالرجل الاستثنائي في التاريخ الحديث للكنيسه المصريه لاسباب عديده، اهمها انه تولى قياده الكنيسه في 4 نوفمبر 2012. يكفي ذكر التاريخ حتى تدرك حجم التحديات والصعوبات اللي واجهها قداسة البابا. مفهوم جدا، ودي بعد إذن قداستك نفسي قوي نبتدي إحنا كمشاهدين نبقى فاهمينها، إنه حجم التحول المؤسسي واللي حصل داخل الكنيسة ليس بعيدا عن ما حدث في المجتمع. يعني حابة قوي أبدأ مع قداستك. أولا كل سنة قداستك بألف خير، أتميت السنة دي 10 سنوات على كرسي ماري مرقس الرسول. في ال10 سنين دي مهم قوي نفهم ايه التحولات اللي حصلت في المجتمع وبالتالي اكيد اثرت على الكنيسة. الحقيقة هي 10 سنين يعني مليانة بالاحداث جد. لكن البدايات بتاعتها هي اللي صعبة شوية. سنة 2011 حصلت فوضى في مصر واطراف كتيرة والبلد ما بقتش مستقرة، مظاهرات، متاعب، صراعات، وناس كتيرة مش فاهمين ايه اللي بيحصل، مين اللي ورا الاحداث مش معروف. ده في المجتمع بالظبط. موازي للدوله، موازي في الكنيسه، ان البابا شنوده كان في السنه الاخيره يعاني من اتعاب كثيره جدا، فضلا عن اتعاب الشيخوخه، لكن اتعاب مرضيه متعدده، فكان في تحولات داخل الكنيسه كمان خالص الوقت. وطبعا صح هو الآخر وقت كان بيخدم، لكن الظروف الصحية كانت غير مواتية، وكان بيسافر بره للعلاج فبيغيب كتير، في عدم استقرار. سنة 12 في مارس تنيح البابا شنودة، وفي نفس الوقت الفوضى اللي كانت موجودة كانت على زادت خالص. في يونيو 12 تم اختيار رئيس للبلاد، وكل المصريين كانوا حاطين ايديهم على قلبهم من اللي بيحصل. وابتدى يوم ورا يوم نشوف ان مش دي مصر. مصر بتتسرق، مصر بتتغير للأسوأ، مفيش شيء مستقر. الوزير ممكن يقعد في وزارته اسابيع ويروح، مفيش استقرار في كل حاجه. صورة مصر في العالم بقت مش تمام. أحداث كتيرة 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 كتيرة. في نوفمبر زي ما حضرتك ذكرتي في 12 تم اختياري للمسؤولية دهيت. كانت في عمق المعمعة يعني كما يقولون. لغاية ما ابتدى الميزان يتعدل بثورة 13. ابتدى بقى شوية بشوية. وابتدى نشعر ان في حاجه جديده هتبتدي. بقى في دستور جديد، برلمان جديد، رئيس جديد. كان في الفتره انتقاليه اللي فيها سياده المستشار عدلي منصور، وبعدين انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هم يعني من 11 ل 12 ل 13 امور كلها احداث كثيره. لكن بعد كده ابتدت الامور تستقر. ظهر الارهاب بعنفه. واضح انه ذاكره قداستك مرتبه جدا، لانه حتى بترتيب الاحداث حضرتك لم تغفل نقطه حتى رغم الايجاز.